We have with us Fadilat al-Shaykh, Dr. Abdullah al-Biladi from Medina al-Manawara, who is the senior Muqri of Masjid al-Nabawi, and who is a also Imam in Masjid al-Qiblatain, and one of the head supervisors of Qur'an schools in Saudi Arabia. The Shaykh is also the honorary supervisor of Al-Haramain Qur'an schools. We're very honored to have the Shaykh with us. Once again, he is the senior Muqri of Masjid al-Nabawi, and the Shaykh will recite some ayat from the Qur'an as part of the conference, Living the Qur'an. فَلْيَتَفَدَّ الْمَشْكُورَ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ Dr. Abu Fahad Abdullah. حياكم الله شهاب وأيمن وأسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة وهذا البلاء عن الإسلام والمسلمين وأن يحفظ الإسلام وأهله في كل مكان وأن يوفقنا وإياكم لقيام هذه الليالي المباركة وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر وأن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين جميعا الصيام والقيام وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
صدق الله العظيم. ما شاء الله، جزاك الله خير فضيلة الشيخ، صوتكم جميل.